النهارده بيصادف اليوم العالمي لسرطان الاطفال، في تحديات بتمر بيها عائلات كتير، وعشان كده العالم كله اتحد في اليوم ده عشان يخفف اوجاع ومعاناه الاطفال المحاربين للمرض الخبيث ودعمهم ودعم عائلاتهم في مواجهه هذا المرض. يصادف اليوم 15 من فبراير اليوم العالمي لسرطان الاطفال، وهو اليوم الذي اختارته منظمة الصحة العالمية في محاولة للحد من أوجاع ومعاناة الأطفال من المحاربين في وجه هذا المرض ورفع نسبة الشفاء لديهم حتى 60% بحلول عام 2030، ما قد ينقذ حياة مليون طفل خلال العقد القادم. ويعتبر اليوم العالمي لسرطان الطفولة حملة تضامنية حول العالم لتعزيز الوعي بأنواع السرطان والمخاطر والعواقب التي تواجه الأطفال المصابين وحتى البالغين، ولدعمهم ودعم عائلاتهم، حيث يصاب كل سنة نحو 400,000 طفل ومراهق دون سن 20 عاماً بالسرطان حول العالم. وتعتمد فرص الشفاء لديهم على عدة عوامل بيئية وصحية، حيث تزيد فرص شفائهم بنسبة 80% في الدول المتطورة وذات الدخل المرتفع، وتصبح بنسبة 20% فقط في الدول النامية وذات الدخل المتوسط. ولا يزال سبب سرطان الأطفال حتى يومنا الحالي مجهولاً، وفقط نسبة 5% تعود للعوامل الوراثية، أي الطفرات المنتقلة من الأباء للأبناء. ونظراً لأن الآثار الجانبية السلبية الجسدية والنفسية لها تأثير أكبر على أجسام الأطفال التي تكون في مرحلة النمو والنضج، إضافة لاختلاف الاستجابة للعلاج والدواء لدى الأطفال عن البالغين المصابين، كان اختيار هذا اليوم ليخصص كيوم عالمي لسرطان الأطفال حتى بعد الشفاء. في بداية الحلقة يمكن اتكلمنا يا شاذلي عن جدعنة المصريين، وعشان احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن اليوم العالمي للسرطان، يعني احنا بنتكلم عن جدعنة بقى المصريين اللي ساكنين جنب مستشفيات السرطان ومساعدتهم لهذه المستشفيات. لو محتاجين حاجة بيوصلوا الناس، لو صحيح. المستشفى محتاجة أي حاجة الناس موجودة عشان تساعد في أي وقت، وده اللي احنا بنشوفه دايما من جدعنة وشهامة ونبل المصري الأصيل. كنا بنتكلم فعلا في البدايه عن عم زوز الله يرحمه وغيره كتير من النماذج فاتحين بيوتهم لحاجه زي دي للاهالي الاطفال اللي رايحين عشان يعالجوا اولادهم في مستشفى 57، فاتحين بيوتهم لده، فاتحين بيوتهم للناس تقيم فيها طبعا، لان فتره العلاج ممكن تاخد اكتر من يوم، فاتحين بيوتهم كمان عشان يقدموا لهم اكل. فدي جدعانه المصريين.